صباح الورد وصباح الزهور. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفة ديال الخبز بلي غران، الخبز اللي ما كيخطى حتى بيت وما كيخطى حتى مائدة. غادي نحضر معكم هذا الخبز بواحد الشكل، نتمنى يعجبكم وتجربوه وتخليوا لي التعليق ديالكم. غنحتاج 750 غرام ديال قمح الصلب، 150 غرام ديال الحمرة أو النخالة اللي غادي تطحنوها باش ترجع رقيقة، كذلك 250 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورس، جوج معالق ديال الخميرة حبيبات مع شوية السكر، نخوي عليهم الماء ونخليهم كيتفاعلوا مع بعض. وغندوز لطريقة التحضير. غادي نزيد على داك 750 غرام ديال القمح الصلب، 150 غرام ديال الحمراء، و 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وغادي نخلطهم مع بعض مزيان. هتخلطوا هاد ثلاثه الانواع ديال الطحين مع بعض. غنخدم بهاد المعلقه اللي كتهز ثلاثه المعالق، غنعمرها بلي غران دو شيا، بودور شيا، تقريبا مع مراش بلي غران دو شانفر، لي غران دو لان عامرة جرعة الكتان، لي غران دو بافو غندير معلقة وحدة، بودور الخشخاش، كذلك غنضيف معلقة كبيرة ديال الفنوي اللي هي حبة حلاوة، ومعلقة كبيرة ديال الانيس هو اليانسون، بودور اليانسون، زوج معالق كبار ديال السمسم اللي هو الجلجلان، وغادي نخلط كل شيء مع بعض. دابا غنزيد الماء تدريجيا ونستمر في الخلط. الماء خصو يكون دافي، وكمية الماء كتبقى على حسب الانواع ديال والنوعية ديال الطحين. كاين الطحين اللي كيحتاج ما كتير، كاين اللي ما تيحتاج بزاف ديال الماء. كما كتشوفوا كل شيء المكونات اندمجت مع بعضها، وكنشوفوا لي غران كيشهيو لداخل في العجين. غادي نضيف الخميره بعد ما تفاعلات مع داك شويه السكر اللي درت فيها والمدافي، وغادي نستمر في الخلط ديال العجينه ديالي حتى نحس بها دلكات واندمجت مع بعضها. هنايا غنزيد الملحه بعد ما شفت بان العجينه ديالي ولات هي هذيك، ماشي قاصحه ماشي جاريه،
وغادي نخلي هاد الملحه حتى تخلط معاها مزيان، وغادي نرجع معاكم باش نوريكم كيفاش ولات. ها العجينه ديالي وجدات، غنغطيها بواحد بلاستيك غذائي، الفيلم اليمونتير ولا بلاستيك اليمونتير، وغنخليها حتى تخمر. غادي ناخد القمح الصلب وغنزيد عليه لي غران اللي درت في العجينه. كيبقى لكم الاختيار، اللي بغى يدير غير شي جوج الانواع ولا ثلاثه ماشي مشكل، انا درتهم كلهم هنايا باش غادي نقرص بهم، غادي نخلطهم مع دقيق حتى يتخلطوا مزيان، وغادي نقرص بهم الخبز. بعد ما خمرت العجينه مزيان غادي نحاول نخرج منها الهواء، ندير ايديا في الماء مره مره وغادي نخرج منها الهواء حتى نحس بها ما بقاش فيها الهواء، وغادي نبدا نشكلها خبيزات صغيورين. الشكل تيبقى على حساب كل واحد، كاين اللي كيبغيهم خبيزات صغيورين، كاين اللي كيبغيهم يديرهم كبار شويه. دونك كنشكلهم بالماء، يدي ديما كنديرها في الماء، ما كنديرش الزيت باش ما يلصقوا لي، باش يلصقوا لي لي غران على الخبز. ملي كنلفهم في كما كتشوفوا، دونك كنحاول ندير لي غران في الفوق وفي التحت وفي الجناب وفي كل شيء، كنلفهم مزيان في داك الطحين وكنحطهم على جنب باش يتلقوا. غادي نخليكم تشوفوا شويه وغادي نرجع باش نقرص معكم الخبز. شكلت الخبيزات ديالي كلهم وكما كتشوفوا عطاوني بزاف، واحد الكميه لا باس بها. دونك غادي نغطيهم وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق وغادي نرجع نتلاقى معكم. الخبيزات ديالي خمروا ارتاحوا، دابا غنبدا نقرصهم وغنحطهم في اللاطه اللي غادي تدخل للفرن. غادي نفرش اللاطه ورق الطبخ اللي هو البابي سولفيريزي ولا البابي دو كويسون، وغادي تاني نخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق كذلك. والفرن ديالي انا شعلته وسخنته على واحد 500 فارنهايت، يعني 260 درجة حتى 270، ماشي مشكل. المده ديال اللي كياخذ الخبز باش يطيب كتغير من فرن لفرن، خص الواحد يشعل عليه من الفوق ومن التحت، يكون الفوق مهيل والتحت شويه هو هذاك باش يطيب على خاطر خاطرو. دونك والمده كتبقى على حسب الفرن. بعد ما غطيت الخبيزات ديالي واحد 5 دقائق وخليتهم ارتاحوا وحصلت على الحراره اللي بغيت في الفران اللي هي 260 درجه، غادي نتقب الخبيزات بواحد الفرشيطه
وغادي ندخلهم للفرن باش يطيبوا. الحرارة خاصها تكون دايرة في الفران، ما تكونش مهيلة. غادي ناخد واحد الكاسرونة اللي غادي تدخل الفرن، ولا شي حاجة اللي كتدخل الفرن ما كتهرش، غندير فيها واحد شوية الماء وغندخلها مع الخبز باش غادي تبقى تهوي ليا بحالها، كتعطيني شوية ديال لافابور باش داك الخبز ما يجيش يابس. انا غادي نحطها لتحت في الفرن وعاد غادي ندخل اللاطات وحدة فوق وحدة. انا كنديرهم بجوجات في مرة وحدة حيت عندي الفران كتدور فيه الحرارة. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا، كما كتشوفوا رطبين. غنفتح واحد الوحيدة معاكم والداخل ديالهم تيشهي، مع واحد شوية ديال زيت بلدية وواحد البراد داتاي، غيجيو رائعين. نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتخليوا لي التعليقات ديالكم في صندوق الوصل، ولا عجبتكم ضغطوا على الزر وشاركوا معايا القناة وشجعوني باش نكمل معاكم في وصفات جداد، وديما ان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم. وإلى اللقاء في وصفة جديدة. شكرا ومع السلامة.